من الدمام ينضم إلينا هاتفيا بدر الشهري مراسل العربية. بدر مرحبا بك، ما المعلومات المتوفرة حول هذه الحادثة؟ أهلا بك خالد. طبعا هناك عملية أمنية طبعا تمت خلال ساعات الصباح اليوم، تم من خلالها طبعا القضاء على 2 من المطلوبين والقبض على 2 آخرين بعد قيام بالهجوم واستهداف مركز أمني أبو حدرية، أحد المراكز الأمنية الممتدة على طريق أبو حدرية والذي يأتي بعد محافظة الجبيل بنحو 50 إلى 60 كيلو متر تقريبا. كان هناك محاولة لإيقاف المطلوبين خلال توجههم للنقطة، إلا أنهم بادروا بإطلاق القنابل وكذلك فتح النار من خلال أسلحة رشاشة كانت بحوزتهم على العناصر الأمنية. عملية المتابعة الأمنية التي أفضت إليها الجهات الأمنية تم طبعا أسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين وكذلك القبض على 2 آخرين. وهناك طبعا في صفوف رجال الأمن كان هناك عدد من الإصابات تقريبا لرجلي أمن تتم معالجتهم حتى الآن، وصفت طبعا إصابتهم بالمتوسطة. العملية الأمنية التي شهدها المركز والذي نفذها المطلوبين خالد بعد القضاء على المطلوبين والقبض على 2 الآخرين، طرح أن 3 منهم من المطلوبين على ضمن القوائم المعلنة من محافظة القطيف. نتحدث عن قائمتين تم الإعلان عنها في وقت سابق، قائمة 23 مطلوبا وكذلك 9 مطلوبين. 2 من أو 3 بالأصح من الأشخاص الذين قضى 2 منهم في هذه الحادثة، وتم القبض على آخر من المطلوبين. حتى الآن طبعا لا تزال طبعا عمليات التحقيق جارية، العمل عاد كما طبيعته في المركز الأمني، وهناك طبعا إعلان سيتم إصداره لاحقا من رئاسة أمن الدولة توضح تفاصيل هذه الحادثة وما ملابساتها. لا معلومات حتى الآن حول هوية المطلوبين؟ حتى الآن لا توجد أي معلومات عن هوية المطلوبين، باستثناء أن 3 منهم من ضمن المطلوبين على القوائم المدرجة، والرابع طبعا من ضمن القوائم الغير معلنة والذين تم القبض عليهم في هذه الحادثة. اتضح طبعا خالد من خلال هذه العملية أن هناك كمية للهروب لخارج السعودية، ولكن قضت رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد بعد تصديهم للهجوم الفاشل الذي قاموا به، وكذلك متابعتهم والقبض على 2 منهم وكذلك القضاء على 2 منهم والقبض على 2 آخرين. نعم بدر، هل مردود أفعال في الشارع على هذه العملية؟ ما سرعنا حتى لا؟ طبعا خالد العملية التي تمت كانت بعيدة عن النطاق العمراني، ونعلم أن في الآونة الأخيرة عادة ما تقوم الجهات الأمنية في السعودية بتنفيذ عمليات دقيقة جدا قد لا يلحظها الكثير من المواطنين الذين يتواجدون في قرب أي منطقة يتم فيها استئصال الإرهابيين أو مداهمتهم، إلا أن هذه الحادثة وقعت بعيدا عن النطاق العمراني وتم التعامل معها وفق معطيات الحادثة مباشرة. يعني نشير كذلك خالد إلى أن القنابل التي استخدمها المطلوبين في هذه العملية تصنف ضمن القنابل العسكرية وليست من القنابل المصنعة محليا، وهذا يعطي دلالة على مدى إجرام هذه الفئة التي يتم طبعا ملاحقتهم سواء من خلال الإعلام من خلال القوائم بين الحين والآخر أو من خلال التعامل معهم مباشرة في الميدان. شكرا جزيلا لك. من الدمام هاتفيا بدر الشهري مراسل العربية.